نتايا يا معلم، نتايا جريد دان. انت زعلتي عشان رفضت رجلك؟ خدي ده انا بحبك. بكام هي؟ ايه؟ لا بجيب الكلب بس. بكام هي؟ تلاتة. حبيبي يا معلم. هات الرقم. زيرو 12 11 7 8 7 3 5 6. دروية دي ريس. دكتور ماليو. ده داتش ده صح؟ حلو. دكر وده دكر ولا نتاية؟ نتاية ما شاء الله. وده ده عندها قد ايه النتاية دي؟ بكام؟ 6 شهور؟ 13؟ ده 6 شهور ب 13 كويس. والدكر ده عنده قد ايه؟ سنتين بكام؟ 5؟ 5000 جنيه عندي سنتين. والصايع ده اللي عايز يعضني. 6 شهور؟ امسك كويس. منحرف. اكسر كده. اديني رقم تليفون بقى. 012 10 8 7 2 7 4 9. ذكر حته بولي تري كولر على الرايق. اللون اللي انا مهووس بيه في البوليهات. بكام ده؟ 4000. اه تاني. 4000 حبيبي يا هشام. عرق ابيض. 4000 جنيه. بيع وضيع ده مفيش منه بالاسعار دي. شرس ولا عادي؟ شرس ولا عادي؟ عادي؟ طب صباح الفول. بص مفيش بوس خالص. ماشي. دماغ حلوه. يلا بينا. اديني رقم التليفون. 04 واحد 3 3 5 3 3 5. اه 7 4. كلب حلو شكله بيخلف. صحته كويسه. حجمه كويس. ارتفاعه من على الارض برضو ممتاز. نبي يا اخويا لو كان عندي مكان لكنت خدتك. انا كفايه البلوتين اللي عندي. السلام على النبي. جابر والكلب بتاعه. ماستف على بيتبول ده؟ بيتبول على ماستف. بكام؟ ب 2000 جنيه. رخيص. رخيص. بيتبول بيضرب كلاب وكل حاجه، بيعمل كل حاجه. بني ادمين كلاب. بكام؟ ب 2000 بس. طب هات رقم التليفون. 012 012 8 8 2 6 4 6 8 6 4 6 8 2 3. جابر مهندس بتاع الباب الجديد. خالص يا جاي. اصلي صورتني انا كمان عشان تنزلني معاك. الباب الجديد على الباب الجديد. يلا بيت. ارجع ورا كده. عربيات يا ولد. يلا بيت. بك عشان بتعرف. يلا فين يا بت؟ يلا. لا عندها قد ايه النتايج دي؟ 9 شهور. عندها 9 شهور. 9 شهور بكام؟ ب 1000 ونص. ب 1000 ونص. هات
رقمك طيب؟ 012 012 74 74 821 621 665 665 مش هجيبها حد ولا كلاب ولا بني ادمين ولا اي حبيبتي فين؟ يلا بينا اهو هتحد تحدى بجد الصورة مع جيسي بقى خلص دي جرواية 65 يوم تمام ما تنطرها بس بس ايه ده بيت اهو ايه ده فوق ايه ده ما تزقهاش ما تزقهاش دي لسه لما شد حيلك بكام؟ مخنصرك بكام؟ ايه يا حم؟ عامل ايه يا حم؟ حم اهو هات رقم التليفون 012 012 74 74 821 621 665 665 التركي يا عم خالص صباح صباح تيتو ده كاركورسو سنة ونص حجم عائلي كلب متجوز مرتين قبل كده في حجم حلو كلب مفهوش شراسة بتاع جوازات بس شغل انتاج كلب فيه تفاصيل كويسة بس هات رقم تليفون يا معلم زيرو اتناشر سبعة ستة تسعة تلاتة زيرو اتنين اتنين ستة عايز تلاتين تلاتة لا ما شاء الله عليك انا مطلع على التلاتين عمر عادي اه دي انت يا جيرمان بظهر مع اخونا فؤاد اللي عنده منه ايه كداب يا فؤاد حاضر بكام؟ 1000 ونص ب 1000 ونص 15% بس الصراحة انت فيها ضهر عندهم الكلام ده اللي عنده من ده ايه؟ كذاب يا سيدي والمبطة 500 ايه ده؟ ده المبطة ده فور ب 500 انت بتبيع فران؟ ب 500 النهارده طيب اللي عنده من ده ايه؟ طب اديني رقمك يا فؤاد 012 10 8 2 1 7 50 اللي عنده من ده كذاب ده فرش مريم اه ثلاث شهور اكسسوارات الليش ده انا واخده عشان اربط فيه كلبين الجروين بتوعي مع بعض في نفس الليش هبوريكوا ازاي تمام في الحاجات الجديدة دي الأطواق الأطواق بتاعت ريم في الأطواق المضيئة دي تنفع جراوي تنفع عضادات حظاظات كمامة خفيفة جدا لل يعني عشان ما فيش حد يوقفك يقولك الكلب مش لابس كمامة ليه دي كمامة خفيفة هي كتامة للأمانة يعني بس لذيذة خفيفة على بق الكلب وعندك دي حاجة كده من التق الأشكال الحلوة يعني خناق خناق الثلاثية خلصت في الثنائية دي في خناق طويل المبطط ده ده اللي ما بيصديش ده ألمونيا ده اللي ما بيصديش الكلب ينط في المية يروح في البحر ما بيصديش عليك يا معلم عامل ايه؟ عامل ايه يا حبيبي؟ صباح الفل الله يكرمك عندنا بقى ايه؟ ال 10 جنيه؟ ده بقى بتاع الكلاب اللي بتجر قطوره فاهم؟ اللي هو الكلب بتاعك بيجر قطر ده طر المشكلة ان العيال عايزين 20 وهو فاضل وهم 15
ايوه بطل برضه. تمام. ده ده بقى رباعي. بص رباعي الطبقات عايز اجيبهولك بس انا ايوه اثبت. 1 2 3 4 حاجه محمله قوي يعني. لو الكلب بتاعك فعلا بيجر قطوره ده يمشي معاك. ده نفس القطعيه وده كمان. تمام. عندك بقى الاطواق دي. تمام. عندك السلاسل، السلاسل الحديد. عندك السدريات، سدريات الجلد، الكمامات الجلد. دي كمامة مش كتامة، الكتامة اللي بتقفل على بوز الكلب. عندنا برضو ده، هنا كمامة زي كده، حاجة حلوة زي كده برضو. دي بقى الكتامات اللي بنحكي فيها، دي اللي بتقفل بق الكلب، دي للرطات، الكلاب اللي بق اللي بوزها تخين شوية. الكلاب دي ما بتهوهوش قوي يعني، فمش محتاجة كتامة. الجرمانات هي اللي عليها عامل، بس ساعات بيبقى فيه فلاتات كده. تمام. الدين ولا احمر البتاع ده عامل قلبان. الطقم طوق سديري ليش واتنين 675 واتنين حظاظ. هات رقم التليفون 012 2 4 4 بعد 4 4 ايه 6 9 6 9 0 8 2 0 8 2